الهيئة العامة لمستشفى دمشق، وطبعا بكل المشافي احنا بنحاول يكون في هيك ندوات ومشاركة الحقيقة من كل الجهات المهتمة بهذا الموضوع. فكان الحقيقة اليوم في عندنا أساتذة شاركوا بهذا الموضوع، وطبعا توعية للمقيمين، توعية بشكل عام حتى لوضع آلية لمكافحة موضوع الـ H1N1. وطبعا الحمد لله السنة حسب ما هلا طبعا تم الحديث انه الحمد لله يعني حالات بدمشق حاليا ما عندنا، وهذا شيء بيطمن. ونحن طبعا بنحاول دائما نواكب الموضوع التثقيفي لحتى ما نصل لمرحله يكون في عندنا جائحات تسبب مشاكل. في عندنا محاضرات مختلفه عم تحكي على وبائيات المرض، عم تحكي على العلامات، عم تحكي على الاعراض، على المعالجه، حتى على الترصد. الحقيقه نحن عندنا محاضرين من جامعه دمشق، في عنا محاضرين من وزارة الصحة، من مديرية الأمراض المزمنة والسارية. الحقيقة هذا التجمع هذا بيغني الموضوع، عم ناخد لحنا محاضرات مختلفة بتصب ببوتقة واحدة إنه لحنا كيف نتجنب الوقاية من الإصابة من المرض، وفي حال حصوله إنه كيف التعامل معه والعناية. ندوة اليوم تعريف للـ H1N1 الإنفلونزا الموسمية. في أفكار وطروحات جديدة، تأكيد على طرق الوقاية. حقيقة نحن من هذا بنعتبره من جملة استعدادات وزارة الصحة للأمراض الموسمية لأمراض الشتاء حاليا. الوزارة قدمت 230 ألف جرعة لقاح إنفلونزا، نلاحظ فيهم الأناس العالية الخطورة مثلا الحوامل، طرفي العمر، أطفال تحت الخمس سنوات، فوق 65 سنة، اللي عندهم أمراض مزمنة، اللي عم يتعالجوا معالجات كيميائية بتضعف المناعة، مشان لما تجي الانفلونزا H1N1 او الانفلونزا عادية تكون اخف من الباقي. كان موضوعي عن الاعراض والعلامات اللي بتشوفها عند مريض الانفلونزا، اللي هي عبارة عن حرارة عالية، صداع، وهان، تعب، اقياء، اسهال. يعني حكيت عن الاعراض بشكل عام، وحكينا كمان امتى بيكون في خطورة بالانفلونزا. الخطورة لما بتختلط، يعني لما بيدهور، هي مثل اي مرض بسيط، ممكن تكون اعراض بسيطة تتحسن خلال اسبوع، لكن من نفهم مريضنا ونراقبه انه مثلا اذا ضلت الحرارة صار عنده ضيق نفس، صار عنده نقص اشباع اكسجين، صار وقت بشوف انا هالاعراض فهون بخاف انه يختلط يكون عنده زاترية. الزاترية هي اخطر شيء بالنسبة للانفلونزا، هي اللي ممكن خلي المريض يدهور وضعه ويوصل للعناية المشددة وينحط على التهوية الآلية.